مساء الخير. 2020 وقت ظهور الكورونا كان في أحداث وكان في دروس وعبر المتداول اللي متابع الأسواق بشكل مستمر المفروض إنه يكون اتعلم منها وأخذ بيها نوتس بالوقائع اللي حصلت خاصة في إبريل واللي حصل في كرود أويل لما نزل بالماينس. طبعا اليوم ده كان فيه أحداث كتير جدا ما بنقراش عنها إلا القليل على الإنترنت، ولكن كان فيه هوجة في البروكرز والتريدرز اللي عملوا فلوس والتريدرز اللي خسروا فلوس، لأن الأحداث كانت تاريخية وكانت غير متوقعة وكانت أول مرة تحصل في تاريخ الأسواق والتداول. فاللي حصل بالنسبة لكرود أويل هبوطه تحت العشرين، تحت سعر الـ20 قبل ابريل، كان فرصة للمتداولين كتير وكان صدمة للمتداولين كتير ان الاويل او النفط ينزل سعره تحت الـ20 دولار. ووقت نزوله من الـ20 للـ15 بدأ يشد انتباه مستثمرين كبار وبنوك ومتداولين، وبهبوطه من الـ15 للـ10 وهكذا نحو الـ5 بدأ يجذب انتباه مش بس المتداولين الكبار او المستثمرين، بدأ يجذب متداول انتباه الريتيل تريدرز او المتداولين اموالهم الخاصة، والناس دي كلها وقعت في الفخ. ويرجح ان انت شخصيا لو كنت قاعد ومعاك راس مال متاح للتداول في الوقت ده ومتابع اسواق النفط كان ممكن تبقى واحد او ضحية من الضحايا دي. انا عن نفسي كنت قاعد بشاهد الماركت وقتها، ولكني كنت في حالة ذهول من اللي كان بيحصل في الماركت، والشيء الوحيد اللي منعني اتداول الكرود اويل ساعتها كان السبريد بتاعتها كانت كبيرة جدا، وكان الاكونت بتاعي ما كانش يستحمل السبريد، يعني اذا الماركت اخدت الخسارة على السبريد ما بين البيد والاسك، وكان الماركت اتحرك عكس اتجاهي حركة بسيطة كان ممكن يعمل لي مشكلة. فاللي كان مانعني فقط السبريد اللي كان ظاهر، ولكني كنت في حالة ذهول، وكنت كل دقيقة بشوف في فرصة الواحد يقدر يشتري فيها الكرود اويل كعقد فيوتشرز. ولكن نجيت. بس خلينا نبص على بعض الأمور اللي حصلت في اليوم ده. Oil trader owes 9 million after starting the day with 77,000. هسيب لكم روابط المقالات في الديسكريبشن تحت الفيديو، ولكن الخلاصة ان المتداول ده لما انتبه طبعا حسابه كان 77,000 دولار، حساب راس ماله، لما شاف عقود النفط بتتداول عند سعر 3 دولار 30، بدأ اشترى في البداية 5 كونتراكتس. وطبعا زي ما انتم عارفين ان الكونتراكت عقد الفيوتشرز، الكونتراكت الواحد على الكرود اويل السنت الواحد بفاليو 10 دولار، يعني الدولار على الكونتراكت بقيمة 1000 دولار ارباح او خسائر. يعني اذا النفط في عقد الفيوتشرز مشي في اتجاهك دولار بتعمل 1000 دولار، اذا مشي عكس اتجاهك بتخسر 1000 دولار، ده على الكونتراكت الواحد فقط اذا بتتداول كرود اويل. فالمتداول ده بدأ يلود الكونتراكتس، بدأ يشتري 5 كونتراكتس بسعر 3 دولار 30. طبعا شافها فرصة جميلة جدا انه يشتري عقود النفط بالسعر ده، وبدأ السعر ينزل من 33 ل 50 سنت. وطبعا اذا انت شاري 5 عقود ونزلت 3 دولار معناها ان انت نازل 3000 دولار في 5، يعني 15,000 دولار خسارة. بس المتداول ده ما بين انه شايف انها فرصة انه يشتري بسعر اقل عند الـ50 سنت، وطبعا الثلث او الحاله النفسيه اللي هو فيها انه يدبل داون على السايز، فبدا يشتري عقود اكتر، وكل ما السعر نزل عكس اتجاهه كان بيلود كونتراكتس.
لغاية لما وصل إجمالي المشتريات بتاعته من العقود 212 عقد عند سعر 50 سنت. 212 عقد، بدأ بخمسة عند سعر 33، انتهى عند 50 سنت وأقل بشراء 212 عقد. طبعا لما السعر نزل، لما السعر نزل عند ال عند البيني او السنت، ده ما كانش ده المتداول لوحده على وجه الباي، كان في مستثمرين كتير جدا، كان في متداولين كتير جدا بيشتروا الكونتراكت بسعر السنت او البيني، يعني مفيش حاجة اقل من كده. ولكن اللي حصل بعدها ان الاويل كسر سعر الصفر، وللأسف البروكرز، معظم البروكرز ومعظم الشارتنج سيستم والأنظمة اللي بتديك صورة التداول وخرائط السعر مش مهيئة أو مجهزة إنها توريك سالب، لأنها عمرها ما حصلت في التاريخ. وبالتالي بعد نزول السعر، بعد تحت سعر الصفر، بدأت الخرائط دي ما تديش أي نتيجة أو أي علامة أو أي حركة للسعر تحت سعر الصفر، لأنها مش مهيئة إنها توريك المعلومات دي، في حين انها في بضع ساعات، مش فاكر ساعة او بضع ساعات، من صفر نزل ل 8 ماينس 38 دولار، سالب 38 دولار. فاللي كان في بوزيشن خسران ما كانش قادر يشوفه، لان خريطة السعر مش مبينة الاسعار دي، ولا البروكرز نفسهم قادرين يشوفوا. كنت تقدر فقط تشوف الاسعار دي على الاكسشينج، النيمكس او الايس. وكنتيجة المتداول ده انتهى بخسارة 9 مليون دولار. طبعا البروكرز اللي بيسمحوا لك تداول بالطريقة دي بيبقوا مأمنين على نفسهم وعندهم تأمين، ولكن التأمين بتاعهم ليه ليميت. وطبعا في النهاية المتداول ده اللي هو 30 سنة، في وقت الانترفيو قال انا كنت في حالة صدمة، I felt like everything was going to be taken from me. افتكر انه خلاص هياخدوا منه الاصول بتاعته وكل شيء يملكه، ده اذا ما كانش فيه اي شيء متعلق بالقضايا او كده. Shah was not alone. طبعا countless investors, especially retail traders on Robinhood who had followed every tick lower on the USO. طبعا ما كانش لوحده، متداولين كتير جدا ومستثمرين كانوا متابعين الاويل حركة بحركة لغاية لما وصل لسعر الصفر، ومعظم الناس دي كانت بتلود عمليات الشراء تحت سعر الدولار. وطبعا الخسائر دي تكبدها جزء من التريدرز دول، وجزء من الخسائر تكبدها البروكرز وشركات التأمين. ولكن ده يدينا درس قوي جدا. طبعا السبب الأساسي لنزول الكرود أويل تحت الصفر إن ما كانش فيه أي مساحات خالية لتخزين الأويل، طب نظرا لضعف الطلب عليه أو انعدام الطلب، فكان فيه كميات نفط هائلة مش ملهاش مكان. وبالتالي الملاك او المستثمرين للنفط كانوا معنى نزول السعر بالماينس او السالب معناها انه بيدفع لك عشان تيجي تشيل النفط الاشياء الزيادة. ليه؟ لانه ممكن بيكلف عمليات نقل، عمليات تخزين، عمليات، فكل ده مكلف. فنزول السعر بالسالب معناها ان المستثمر بيقول لك تعال شيل النفط وخد فلوس، هو ده معنى السالب. ولكن ده فتح باب في أسواق التداول، إن الأسعار بسهولة جدا تقدر في أسواق الفيوتشرز تنزل للماينس. وطبعا ده مديني إنديكيشن إن أول الأولوية للمنتجات اللي ممكن تنزل بالسالب في المستقبل هي منتجات الكريبتو كارنسيز. يعني احنا بنتكلم على النفط هنا، ده أسيت، ده أصل ملموس فيزيكال تقدر تستخدمه، تقدر تبيعه. لكن الكريبتو كارنسيز احنا بنتكلم على ايموشنز، اكواد في الهواء. ففي اولوية لبعض المنتجات انها ممكن تنزل بالسالب في المستقبل، لان احنا شفنا السالب دلوقتي المفروض ناخد العظة والعبرة، لان الامور دي هتحصل تاني في المستقبل مش مرة بس. وانا ارجح ان اسواق الكريبتوز ليها الاولوية انها تنزل للماينس،
طبعا في خلال شهور او سنين الله اعلم، ولكن توقعاتي ان اسواق الكريبتو هتنتهي بالماينس في يوم من الايام، لانها مش اصل، مجرد اكواد وبتستهلك كتير من الاموال ليتم تعدينها بلا فائدة، فقط عواطف. نبص على مقالة تانية هنا، How 9 traders hit a gusher with a negative oil. طبعا دي مقالة تانية. US authorities and investigators from Dynamics trawled through trading data. بدأت الهيئات الأمريكية بالبحث والتحقيق، بالبحث في بيانات التداول، بيشوفوا مين المتسبب في نزول أسعار النفط تحت السالب. They were shocked to discover that the firm that appeared to have had the biggest impact on prices that afternoon was it at Wall Street. طبعا كان في حالة صدمة ان المتسبب في نزول السعر ده ما كانش هيئة على وول ستريت او بنك او شركة نفط، but tiny outfit called Vega Capital. هيئة صغيرة جدا اسمها فيجا كابيتال، مجموعة من 9 متداولين بيتعاملوا مع فيجا كابيتال، had made 660 مليون دولار among them in just few hours. طبعا الناس دي عملوا كابيتالايز على بوزيشن شورت على اسعار الاويل، وانتهى بهم المقال انهم عملوا ارباح 660 مليون دولار في بضع ساعات. Now the authorities must decide whether anyone at Vega breached the market rules or joining. فهم بيحاولوا يشوفوا إذا المتداولين دول كسروا أي قواعد أو اخترقوا أنظمة في الماركت، عشان يقدروا يحكموهم. A lawyer from a number of the Vega traders denies wrongdoing. المحامي التابع للهيئة دي أنفى إنه في أي شيء تم منافي للقانون، كل التداولات اللي عملوها كانت ليجل وهكذا. وده يفكرنا برضو ب نافندر سينجس راو، لبسوه قضية الكراش، الفلاش كراش في 2015. المتداول ده كان بيأفريج 700 800 ألف دولار في سيشن التداول في اليوم من أوضة نومه. طبعا في كتاب اسمه الفلاش كراش عن المتداول ده، تقدر تروح تقراه. ولكن الأمور دي بنقراها بنتعلم منها لأنها هتحصل تاني، ولما تشوفها في المستقبل ما تقعش في الفخ إنك تشوف شيء بصفر أو شيء too good to be true وتبدأ تحط ريسك بكل ما تملك عليه. دايما انتظر، دايما تشوف الصورة الكبرى. لو في فرصة زي كده ما بقولش ما تقدرش تداولها، ولكن limit الريسك بتاعك وخلي دايما عينك على الفاندامنتالز والأخبار، خاصة خاصة بعقود الفيوتشرز. وإذا أنت شخص بتتعامل في الكريبتوز، يا ريت تخلي بالك ودايما ليميت الريسك، وما تحاولش تسيب البوزيشنز بتاعتك لأوقات طويلة قوي، أسابيع وشهور. رجح إن الأسواق الكريبتوز هي ليها الأولوية إنها تنزل بالماينس، إذا في أسواق تانية هتنزل بالماينس. وطبعا الأويل ورانا مثال جميل جدا من 3 سنين، فحبيت أجيب المقالات دي دروس بنتعلم منها لأنها هتحصل تاني، ولكن إذا ما عندكش علم بيها ممكن تخسرك جامد جدا. أتمنى أكون ناقشت معلومة مفيدة تديك فكرة، وأشوفكوا الفيديو الجاي.